ينضم إلينا من شيكاغو الدكتور أحمد صبري أبو زيد، أستاذ الاقتصاد في جامعة إلينوي. دكتور أحمد، كلام كيفن ماكارثي في المؤتمر الصحفي قبل قليل جاء يعني يحمل أشياء حاسمة، ربما قال إنه لا يمكن رفع سقف الدين في العام المقبل، وأن حجم الدين تجاوز حجم الاقتصاد الأمريكي بنحو 20%، نحو 17 سنتا من كل دولار يذهب لسداد الفائدة. في هذا ربما ما يشبه التأكيد على أن المشكلة وصلت إلى طريق مسدود، هل تعتقد ذلك؟ بداية، هي مشكلة الدين الأمريكي هي مشكلة متفاقمة من أكثر من عدة عقود، ويرى الجمهوريون دائما أن الديمقراطية بأسلوبهم الاقتصادي اللي بيعتبر من وجهة نظرهم يوجد فيه بعض شيء، إن صح القول، من التبذير هو السبب في ارتفاع الدين الأمريكي نسبة للناتج المحلي الإجمالي. ماكارثي على الوجه الخصوص اتهم بايدن وإدارته بالإنفاق المتزايد، وكان عندهم وجهة نظر الجمهوريون بوجه عام إن من أجل الوصول إلى الاتفاق يجب الاتفاق على كلفية صرف هذا الدين، بينما الديمقراطيون يريدون زي ما بيقولوا clear agreement، رفع سقف الدين بدون شروط مسبقة وحرية كاملة للإدارة الديمقراطية في صرف الزيادة في هذا الدين، اللي الجمهوريون حتى هذه اللحظة متحفظون بشدة على هذا الموضوع، ولا أتصور أن يلينوا في القريب العاجل. طيب، مقابل وزيرة الخزانة الأمريكية هددت، وده يعتبر تهديد، وتهديد مش هنقول غير مسبوق بس جديد، إنها تهدد إن ما يكفي من الأموال في الخزانة لا يكفي شهرين أو أقل من شهرين قادمين، وأن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تتوقف عن دفع، بداية عن دفع الرواتب ودفع فوائد الدين وإلى آخره. طيب، يعني نحن الآن أمام مشكلة دكتور أحمد، يعني الفترة من يونيو من عام 2023 وحتى الأول من عام 2024، هذه منطقة فراغ الآن لم تحسم. ربما ماكارثي قال إنه لن يتم رفع سقف الدين بداية من العام المقبل، لكن هل يوجد حل الآن في خلال الستة أشهر المقبلة حتى تجد الحكومة ما تنفقه على الأقل؟ يوجد حلول مطروحة، ولكني لا أتصورها قابلة للتطبيق دون الوصول أيضا لاتفاق ما بين طرفي النزاع اللي هم الديمقراطيين والجمهوريين. أشهر هذه الأطروحات اللي بتلاقي بعض القبول وليس كل القبول هي فكرة عمرة التريليون دولار المصدرة عن طريق الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اللي على أساسها يستطيع أن هو يودع عدد من ملايين أو مليارات الدولارات في وزارة الخزانة الأمريكية، تستطيع من خلالها القيام بمهامها حتى نهاية العام 23. لكن التصور على أرض في سابق تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة نفس المشكلة حدثت خلال إدارة بيل كلينتون في أواخر التسعينيات، نفس المشكلة حدثت، ولكنهم في النهاية ككل مرة يصل الجمهوريون والديمقراطيون إلى الاتفاق، لأن عدم الوصول للاتفاق له تداعيات على الاقتصاد هتضر كلا المعسكرين. فأنا لا أتصور إنها تحدث، لم تحدث تاريخيا في الولايات المتحدة أو في الاقتصادات الغربية إن الدول لم تلتزم بدفع. لكن ماكارثي دكتور أحمد ربما اتهم فريقا وصفه بالاشتراكي داخل الحزب الديمقراطي بأنه وراء زيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية، فقط أزمة كوفيد 19 ربما استهلكت حوالي 6 تريليونات دولار كما قال ماكارثي. إذن هنا مشكلة ليست فقط في كيفية الإنفاق وإنما في عقيدة الإنفاق ذاته، هكذا يبدو الأمر. وهو أيضا ما يعني سيزيد من حدة هذه المفاوضات وسيزيد من عمقها كذلك. الديمقراطيون بالنسبة من وجهة نظر الجمهوريون يميلون إلى الاشتراكية، والواقع على الأرض في الولايات المتحدة أن البرامج الاجتماعية التي يتبناها الحزب الديمقراطي تفوق بكثير البرامج الاجتماعية التي يتبناها الحزب الجمهوري، بل أن الديمقراطيون لو جينا ننظر إلى التاريخ هنجد رغم انتقادهم لأداء إدارة بوش الابن في كيفية إدارة الأزمة الكساد الكبير اللي هي 2008-2009 الفاينانشال كرايسيس، رغم ذلك جاءت إدارة أوباما الديمقراطية ومن خلالها برضو تم الإنفاق
من وجهة نظر الجمهوريين بزيادة. فدائما الحزب الديمقراطي أو المعسكر الديمقراطي عنده اهتمام بجانب الخدمات الاجتماعية بشكل يفوق الحزب الجمهوري اللي بيميل إلى المدرسة الكلاسيكية من خلال حزم الإنفاق وطرق قوى السوق تفعل ما تشاء، بينما الحزب الديمقراطي دائما بيميل لقضية التأمين الاجتماعي والسوشيال سيكيورتي والميديكير التأمين الصحي، حتى إن إدارة أوباما هي كان من توصلت إلى أوباما كير اللي حمل الخزانة الأمريكية مبالغ طائلة، ولكن في المقابل أعطى خدمات للشعب الأمريكي. ففي ظل هذا النزاع هل نلجأ إلى جانب الكفاءة الاقتصادية مع خفض مستوى المعيشة وزيادة عدم المساواة، أم نلجأ إلى برامج اجتماعية تكلف الخزانة ديون ولكن في المقابل هنجد خدمات اجتماعية ويشعر الشعب بحالة أفضل من الرفاهية؟ فظل دائما هذا هو الخلاف بين المعسكر الديمقراطي اللي يميل إلى الفكر الكينزي والمعسكر الجمهوري اللي بيميل إلى الفكر الكلاسيكي الحر اللي هو أقل تدخل في الحياة الاقتصادية. لكن في كل الأحوال كلام كيفن ماكارثي اليوم ربما سيأتي صادما بالنسبة للأسواق الأمريكية التي هي بالفعل تستعد لصدمة عدم رفع سقف الدين. هناك ارتفاع متوقع ربما على عائدات السندات الأمريكية، هناك معدلات الرهن العقاري التي ستزيد، هناك حالة تشدد ربما من البنك المركزي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة، هناك إجراءات ربما ستكون قاسية بالفعل على الداخل الأمريكي قبل أن تكون قاسية على الخارج الأمريكي أيضا. في حالة، ومرة أخرى أنا لا أظنه، ولكن في حالة عدم سداد الدين الأمريكي قد تكون عاصفة وليس تكون أزمة كبيرة زي ما الأمريكان بيسمونها كاتاستروفي، إن في هذه الحالة أكثر ما سوف يضار الداخل الأمريكي. لو بدأنا بالمستهلكين سوف يتم رفع أسعار الفائدة، والمجتمع الأمريكي كله قائم على القروض واللون، سواء مورجج رهن عقاري أو قروض استهلاكية أخرى من خلالها بيشتروا السيارات وخلافه، وعليه في حالة رفع أسعار الفائدة قد يضطر العديد من المستهلكين الأمريكيين إلى التخلي عن بيوتهم أو التخلي عن سياراتهم أو التخفيض بشدة معدل استهلاكاتهم. وأكثر ما يضار في هذه الحالة هي الطبقة المتوسطة. الطبقة الدخل المرتفعة تستطيع أنها تؤدي دورها، لكن الطبقة المتوسطة سوف تضار. على الجانب الآخر وهو جانب المستثمرين أو المنتجين، رفع أسعار الفائدة كما في آخر تقرير تم نشره من خلال إدارة العمل في الولايات المتحدة سوف يكلف أمريكا على الأقل 7 مليون وظيفة، و7 مليون وظيفة حاليا في الولايات المتحدة يرفع معدل البطالة إلى ما يفوق 8%، وده يعطل معدل خطر في ظل وجود تضخم حالي بسبب الحرب الأوكرانية وسلاسل العرض ومشاكلها. ففي حالة حدوث كساد على الجانب الآخر سوف يضر الولايات المتحدة إنها قد تدخل في مرحلة ما يسمى الكساد التضخمي، وهي نفس الحالة اللي دخلتها في أعقاب حرب 73 بعد قطع إمدادات البترول عنها. وأمريكا لن، يعني أتصور إن حتى الحزب الجمهوري لن يسمح بحدوث ذلك لأنها كبيرة، لكن ما سوف تسفر عنه الأيام القادمة يعني يظل بعض الشيء. لكن الحزب الجمهوري نفسه دكتور أحمد الآن وعلى لسان ماكارثي ربما نأى بنفسه عن المسؤولية في ارتفاع سقف الدين الحالي، وربما نأى بنفسه عن أفكار رفع سقف الدين المستقبلي لأن في ذلك تدمير كما قال لقطاع البنوك الأمريكية، وقد حدث بالفعل في تدمير بعض البنوك أو في إفلاس بعض البنوك. فإذا بالتالي هناك ربما يعني حالة تخلي عن المسؤولية من قبل الجمهوريين بين قوسين، هكذا يمكن أن نقول. على الأقل لن تكون الأمور جيدة حتى لو وصلوا إلى نقطة تفاوض أو نقطة اتفاق. أنا أرى أن الوضع حاليا هو في يد الديمقراطيين وليس الجمهوريين. الجمهوريين وافقوا على رفع سقف الدين إلى حد معين مقابل شروط أهمها مراقبة مصروفات الدولة أو مصروفات الحكومة، ولكن هم الديمقراطيون يرفضون هذا الشرط. ولكن أتصور في خلال الأيام القادمة وليست الشهور القادمة، في خلال أقل من 10 أيام، هذا تصوري الشخصي، أن سوف يصلوا إلى اتفاق من خلاله سوف يرضخ الحزب الديمقراطي وإدارة الرئيس بايدن لرغبات ماكارثي وحزبه الجمهوري، والاتفاق على برنامج أكثر شدة في التعامل مع المصروفات الحكومية قد يركز أكثر ليس على الجانب الخدمي ولكن على الجانب الالتزامات الرئيسية للدولة من خلال دفع فوائد الديون ومرتبات الموظفين على الجانب الرئيسي، وإلى جانب خفض المعدلات البرامج الاجتماعية. دي الجانب الرئيسي اللي سوف يركزوا عليه أعتقد في خلال 10 أيام القادمة من خلال المفاوضات.
طيب الخبير الاقتصادي جيم روجرز قال إن واشنطن ربما لن تتخلف عن سداد ديونها، لكن المستقبل الاقتصادي الأمريكي لن يكون جيدا في كل الأحوال، وخاصة أن الطلب الآن ربما سيرفع سقف الدين إلى حوالي 40 تريليون دولار، وهو بالتالي ما يضع ضغوط على كل مناحي الاقتصاد ومفاصل الاقتصاد الأمريكي، فبالتالي حتى لو وصلنا إلى حلول لن يكون المستقبل جيدا. بالضبط، هي حلول مؤقتة، هي حلول مؤقتة، وكلما دخل الاقتصاد الأمريكي أو هي حلول مؤقتة دكتور أم دفع بالمشكلة للأمام؟ هي حلول مؤقتة، لكن هي تحملك مشكلة أمام. أي دين، أي دين تأخذه الدولة أو حتى الأفراد هو حل مؤقت لحل مشكلة إلى حين توفر موارد جديدة. فأنا أخذ هذا الدين بتوقع أو انطباع أن في المستقبل سوف أستطيع إلى وجود موارد جديدة أدفع بها هذا الدين، ولكن دائما لا تظهر هذه الموارد الجديدة في السوق، وهذه هي المشكلة دائما، وليست في الولايات المتحدة ولكن في العالم. فإذا لم تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية من إيجاد موارد في خلال 6 أشهر المقبلة لسداد هذه الديون، فأيضا في مشكلة كبيرة قد تضطرها مستقبلا، ليس بالقيام بعدم سداد الدين ولكن المفاوضة على هذه الدين. ويوجد عدد من الحكومات عملت ذلك قبل، طبعا مش الحكومات الغربية، الحكومات اللاتينية على وجه الخصوص قامت بالمفاوضة على الدين، على سبيل المثال 90 سنت للدولار أو 80 سنت للدولار أو 70 سنت، وفي بعض الأحيان بيتصور الأفراد أو الحكومات أو البنوك الدائنة أن هذا أفضل من لا شيء. فقد هل تذهب الولايات المتحدة إلى هذا الطريق؟ ولكن هذا الطريق للأسف يعطي إشارات سلبية لأداء الاقتصاد القومي. طب دكتور أحمد، يعني هذه المشكلة ستنسحب بالتأكيد على الخارج الأمريكي، على اقتصادات منطقة الشرق الأوسط، لكن أيضا ستدفع أفكار التخلي عن الدولار كعملة تجارة دولية إلى مزيد من التخلي عن الدولار، ستحقق ما تصبوه بعض التكتلات الاقتصادية في مسألة التخلي عن الدولار إذا كان سيصل إلى هذه المرحلة من الضعف. هل هذا سيناريو سيزداد في الفترة المقبلة حسب المعطيات الأمريكية؟ بالضبط، أتفق مع حضرتك أن ما يحدث حاليا على الساحة الأمريكية وبالطبع بيؤيد موقف عدد من الدول وعلى رأسهم مجموعة البريكس بقيادة روسيا والصين بالتخلي عن الدولار، أن الدولار حاليا ليس هو الملاذ الآمن كما كان من قبل. كان الدولار سابقا مربوطا بالذهب، ثم بعد الذهب كان مربوطا بقوة الاقتصاد الأمريكي، فكان العالم كله يلجأ للدولار كاحتياطي نقدي أجنبي أو كعملة التجارة الدولية، خاصة في تقويم أسعار الدولار. وكانت أمريكا بقوتها العسكرية والسياسية بتفرض الدولار على الساحة الدولية، ولكن حاليا قوة دول البريكس وتتبعها عدد من الدول، ما يحدث على الساحة من ارتفاع سقف الدين والمشاكل اللي هتتبعه مستقبلا، فتقدم على طبق من ذهب إلى تلك المجموعات. والمجموعات حضرتك هي ليست الأكثر أهمية، إنما الدول الأصغر التي تخشى التخلي عن الدولار بصفة أن الولايات المتحدة القوى الأكبر اقتصاديا، سوف يعطيها انطباعا أن الولايات المتحدة لن تستطيع الدفاع عن عملتها، فقليلا فقليلا سوف تذهب هذه القوى إلى التكتلات الأخرى، وقد نرى نظام دولي مختلف في خلال 20-30 سنة القادمة. هذا لن يحدث بين ليلة وضحاها، هي تحتاج زي ما قلت لحضرتك على الأقل 20-30 عاما حتى يتضح نظام دولي مختلف. أعتقد لن تكون الولايات المتحدة على رأسه، ولكنها ستظل بقوتها الاقتصادية والإلكترونية متواجدة فيه بقوة، لكن لن تظل كما يقولون سوبر باور منفردة بالعالم. أشكرك جزيل الشكر ضيفنا من شيكاغو الدكتور أحمد صبري أبو زيد، أستاذ الاقتصاد في جامعة إلينوي، شكرا لوجودك معنا.